علاقة بأحداث يوم السبت، فإنه في إطار الحرص واليقظة والسهر على ضمان حسن تطبيق إجراءات إعلان الطوارئ، طبعا الطوارئ الصحية التي اتخذتها بلادنا للتصدي ومحاصرة وباء كورونا المستجد، فإنه على خلفية قيام بعض العناصر بأفعال التحريض والعصيان والخروج للشارع للتظاهر في منتصف ليلة السبت 21/22 مارس 2020، وما رافق ذلك من تهديد وهلع وفزع وخوف ورعب في صفوف سكان مدينة فاس، ولما في ذلك من تعريض حياة المواطنين لمخاطر انتشار الوباء. وبما أنه من واجب المواطنات والمواطنين احترام الدستور والتقيد بالقانون وبما تقتضيه المواطنة الملتزمة، وبما أن الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان ويحمي القانون هذا الحق دستوريا، فإنه من واجب هذه النيابة العامة وتطبيقا لما يقتضيه القانون، فقد أعطت للضابطة القضائية تعليمات واضحة وصارمة للتصدي لكل خرق للقانون بما يجب وكما يجب. ونتيجة لذلك فإنه تم إيقاف 5 أشخاص على خلفية ما وقع ليلة السبت 21/22 مارس، يوجدون الآن رهن الحراسة النظرية للبحث معهم طبقا للقانون. وللإشارة، فإن هذه الوقائع تبقى حالات معزولة، وأكدوا على أن هذه الحالات تبقى حالات معزولة لقيت استنكارا من قبل المواطنات والمواطنين بمدينة فاس وفي المغرب بصفة عامة. وبهذه المناسبة أنوه بما أبانوا عنه من مستوى راقي وحضاري بالالتزام بتدابير حالات الطوارئ الصحية، كما أنوه بالمجهودات المبذولة وبيقظة القوات العمومية من نساء ورجال الشرطة والدرك والسلطات المحلية وأيضا الأجهزة الموازية. حفظ الله هذا البلد من كل مكروه تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة محمد السادس نصره.